جرى اتصال هاتفي بين سعاده الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجيه وصاحب السمو الامير فيصل بن فرحان ال سعود وزير خارجيه المملكه العربيه السعوديه الشقيقه تم خلاله بحث علاقات الاخوه والتعاون بين البلدين الشقيقين وما تشهده من نمو وتطور في مختلف المجالات والسبل الكفيله بتعزيزها بالاضافه الى بحث المسائل المتعلقه بمسيره العمل الخليجي المشترك وتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليميه والدوليه محل الاهتمام المشترك